السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم باستفسار بسيط تكييف لغرفة او غرفتين. طيب، على سبيل المثال مثلا انا عايز ابدأ ارسم هنا حاجات على السيلينج. طيب، بعد ما قلنا السيلينج يبقى لازم ما ترسمش فيه البلان، لا ترسم فيه السيلينج. ليه؟ على اساس لما تحط حاجة على السيلينج تتحط مظبوطة، ما يبقاش الكشاف مقلوب او الاير تيرمينال مقلوب. طيب، هبدأ اقول له انا عايز اير تيرمينال، واشوف هنا عندي السبلاي واير تيرمينال. خلي بالنا ان في حاجات بتبقى هوستد وحاجات ان هوستد. هوستد معناها ايه؟ هوستد معناها ان هو بيقول لي انت عايز تحطها على الحائط ولا عايز تحطها بأي شكل. تمام. طيب، ما دام ما قاليش هوستد وكده، يبقى هو معتمد على ان انا اديله الارتفاع بتاع السيلينج 2450. طب عرفت منين ان هو 2450؟ لو عملت سيلكت على السيلينج هيقول لك ان هو 2450. طيب، اهوت اخترنا السبلاي، وممكن مثلا تيجي في الغرفة ديت اهي وتبدأ تحط الضغطات بتاعتك بالشكل دوت. ممكن تحط مثلا واحد الناحية دي واحد الناحية دي، او تحطهم الاتنين في نفس الاتجاه، مفيش مشكلة الاتنين موجودين. ولو عملت سيلكت على ده او على ده، هتلاقي ان انت عندك تقدر تلغي الاب مثلا والداون لو انت عايز تخليهم بالشكل دوت. تمام، عشان في بعض الناس بيسأل بتعمل ازاي اهي. طيب، تعال نحط بقى الريترن بتاعي. الريترن هتلاقي عندنا هنا ريترن هوستد. يعني ايه هوستد؟ يعني ينفع تحطه على الفيس او فيرتيكال على الحيطه. طيب، انا اخترت هنا عشان بس ننوع. بالشكل ده. طيب، عايز ابدا احط بقى ايه المكنه اللي هتسحب من السبلاي، فهقول له انا عايز ميكانيكال اكيوبمنت، وابدا اختار المكنه اللي انا عايزها اهيت. هنحطها مثلا على ارتفاع 2600 بالشكل دوت اهو. دوس المسطره على اساس انها تلف معايا. ده الاوت، ده اتجاه السبلاي. طيب اهو. طيب، 2600 اعتقد قليل، خليها 2800. هبدا اعمل سيلكت على السبلاي، وممكن تعمل برضو الريترن تعملهم كلهم مره واحده. طيب، انا عايز اركز على السبلاي اهوت، واقول له كرييت سيستم، واسمي السيستم ده سبلاي اير. اوكي. طيب، ممكن اقول له عندي اختيارين، جنريت بليس هولدر وجنريت لاي اوت. جنريت لاي اوت هيبدا يوصل لي الضغطات زي ما انا عايز. البليس هولدر هيعملها لي كخطوط، وبعد كده اقدر احول الخطوط ديت ل ضغطات. هقول له جنريت لاي اوت، هيبدا بقى يقترح عليا الاقتراح ده. ودنك منين يا بحر؟ طيب، خليها بالشكل دوت، معقولة، ماشي، ده أحسن. تمام. لو دخلنا في السيتنج هيقول لي أنت عايز تخليه أنهي نوع، أقول له أنا عايزه تاب. طب عايز الأوست قد إيه؟ ده المين. طب والبرانش؟ عرضه عايزه تاب. الأوست قد إيه للبرانش؟ طب والفليكسبل قد إيه؟ والماكسيمم فليكسبل داكت لينس قد إيه؟ كلام جميل جدا. فينيش لي أوت، هيبدأ يعمله لي. طيب، تقدر تشوف الشغل دوت، إن أنت تقول له فاين. تقدر تقول له مثلا عايز اشوفه شيت مثلا. طيب، ممكن تيجي هنا وتقول هو الفكره كلها في السيلينج. لو انت عايز ممكن تقول له فريم، يبدا يظهر معاك شغل. تاب تاب اهوت، ربنا تاب عليه الحمد لله والتزم. فاقول له ايه سيلكشن بوكس، فيبدا يوريها لي هي في ال 3 دي. تمام. على فكره هو عمل حساباته وشاف ان هنا مثلا كميه الاير فلو اللي ماشي قد ايه، فعمل دي بالمقاس دوت، وجه هنا عمل حساباته وعملها بالمقاس دوت. ولو عملت سيلكت على دوت هتلاقي كل الحساب بتاعت الفلو مظبوطه، والفريكشن والبريشر دروب والفيلوسيتي بريشر وكل الكلام اللي انت بتحبه. تمام. وقعد يحسب المقاس بتاع الضغط قد ايه، ويحسب المقاس بتاع الضغط قد ايه، وجاب لك المقاس بالظبط وزي الفل. صباح الخير.